مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مثير للجدل. حديثنا اليوم عن مهنه المحاماه. بعد الامتحان الاخير لولوج المهنه طفى على السطح نقاش في صفوف المحامين وهيئاتهم التمثيليه بشان العدد الكبير للناجحين. أكثر من 4500 وافد جديد على المهنة، ما يمثل قرابة الثلث من ممارسيها من المسجلين ضمن هيئات المحامين. يقول البعض إن العدد مقلق ويزيد من القلق أن النطاق الضيق لاشتغال المحامي لا يتسع. يقول البعض الاخر ان مهنه المحاماه لم تنل نصيبها من المواكبه والتاهيل ضمن مشروع اصلاح منظومه العداله وينادي اخرون بالقطع مع الممارسات التي تسيء للمهنه والارتقاء باستقلاليتها ومؤسساتها المنتخبه الملتحقون الجدد من جانبهم ينتقدون رسوم التسجيل المرتفعه بحسبهم، وربما كما يقولون لحصر عدد الوافدين فعليا على المهنة والعهدة عليهم. اليوم نسأل هل يشكل ولوج آلاف الوافدين الجدد إلى المحاماة تهديدا لهذه المهنة؟ ما حقيقة ما يوصف بأزمة مهنة المحاماة؟ وهل تحظى المهنة اليوم بما يكفي من المواكبة من حيث التشريع والتأهيل لتساير متطلبات المرحلة؟ قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذه الشاشة التفاعلية للزميلة مريم تسوري. مشاهدينا اهلا بكم في يوليوزا الماضي اعلنت وزاره العدل المغربيه عن عدد الناجحين في الامتحان الخاص بمنح شهاده الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه والذي بلغ 4547 ناجحا ولاول مره في تاريخ المحاماه في البلاد يصل عدد الناجحين الى هذا الرقم المرتفع جدا والذي اعتبر قياسيا اذ يمثل ثلث المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين في المملكه برمتها. الاعلان عن هذا العدد من الناجحين اثار قلق شريحه واسعه من اصحاب الوزره السوداء بمختلف الهيئات. مجموعه منهم اتهمت وزاره العدل بمحاوله اغراق المهنه من خلال العدد الكبير للمحامين الجدد. معتبرين ان الامر يشكل استهدافا واضحا للمهنه عن طريق التضخيم الرقمي بشكل عشوائي ما يطرح حسبهم الكثير من المشاكل المتعلقه اساسا بتوفير الشروط الملائمه للتكوين المناسب لهؤلاء الملتحقين الجدد بالمهنه هذا الامر اكدته هيئه المحامين بالبيضاء وصرحت بان الهيئه السبع عشره للمحامين بالمغرب يصعب عليها في الوقت الراهن استيعاب هذا الكم من الناجحين في امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه مقارنه مع امتحان العام 2015 والذي بلغ عددهم حينها 2500 ناجح. كما اكدت الهيئه ان الدوله يجب عليها ان تتحمل مسؤوليتها كامله من اجل توفير المناخ الملائم للوافدين الجدد على مهنه المحاماه والتفكير في مصيرهم كما اكدت العديد من الفعاليات المهنيه وجوب الانتقال من مفهوم الامتحان الخاص بالمهنه الى وضع تصور جديد لمباراه تستوفي مقومات الانتقاء المناسبه اضافه الى اخراج المعهد الوطني لتكوين المحامين الى حيز الوجود بحيث يلجه الناجحون في المباراه للدراسه والتكوين لمده سنتين بعدها يحصلون على شهاده الاهليه التي تمكنهم من مزاوله مهنه المحاماه. اما نقبه المحامين فعلقت بالقول ان هناك من يريد تحويل المحاماه الى مهنه معيشيه. معتبره ان ازمه المحاماه لا تتعلق بتزيد او بتزايد العدد بقدر ما هي متعلقه بممارسه المهنه لان الاشكال الحقيقي حسب النقابه يكمن في تراكم الافواج الملتحقين مقابل التقليص والتضييق في نطاق عمل وتدخل المحامين وبخصوص وزاره العدل فانها تتجه نحو انشاء المعهد الوطني لتكوين المحامين كما سبق ان اعلن ذلك وزير العدل السابق محمد اوجار قبل نحو ثلاثه اشهر والهدف حسب الوزاره ايجاد المحامين الضمانات لممارسه دورهم في المنظومه القضائيه. شكرا لكم على المتابعه. مشاهدينا الكرام لمناقشه محاور هذا الموضوع يسرنا ان نستضيف الأستاذ محمد بريجو نقيب هيئة المحامين بالرباط أستاذ بريجو أهلا بكم أهلا وسهلا ومرحبا ألف مرحبا يسرنا أيضا أن نرحب بالأستاذ الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب ومحامي بهيئة مراكش أستاذ الحسين الراجي أهلا بكم أهلا وسهلا أستاذ ألف مرحبا يسرنا ايضا ان نرحب بالاستاذ محمد حفيظي رئيس قسم مساعدي القضاء والمهن الحره القانونيه والقضائيه بمديريه الشؤون المدنيه بوزاره العدل استاذ حفيظي مرحبا بكم مرحبا وشكرا على اهلا بك اذا لو نبدا معكم استاذ بريقو الكثير من لنقول نقاش عريض شهدته وسائل الاعلام منذ عده اسابيع ومنذ عده اشهر في الواقع حول هذا العدد الذي وصف بالكبير جدا للوافدين الجدد على مهنه المحاماه، ما الذي يفسر قلق المحامين من هذا الامر؟ بدايه نشكركم على الاستضافه مرحبا فعلا لإماطة اللثام على هذا الموضوع الذي اخذ جدلا واسعا وكثيرا ولغطا غير مسبوق حقيقه هو العدد مهول كما جاء في التقرير هو ثلث ما من الممارسين الحاليين نتساءل فعلا اين سيمارس هذا العدد اذا اضفنا هذا العدد الاعداد السابقه وانا اتحدث كنقيب لهيئه المحامين بالرباط واعي جيدا ان هناك ارقام فعلا مهوله من الزميلات والزملاء الذين تخرجوا في السنه الماضيه وحصلوا على ترصيم لم يستطع منهم إلا النظر القليل لفتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة لماذا؟ لماذا؟ أولا الأفق انسداد في الأفق انسداد الأفق هناك أزمة تعيشها مهنة المحاماة أزمة حقيقية تتداخل في عدة عوامل لا بد من إيجاد مقاربة <applause> مستقبلية لايجاد حلول ناجعه لممارسه مهنه المحاماه ممارسه طبيعيه طيب. العدد 4500 وافد جديد نعم. هذا لا يخدم مهنه المحاماه في شيء؟ نحن لا نقول احنا كما مم. قلتم لا نسيج مهنه المحاماه ابدا نقول هذا الرقم الان اين سيشتغل؟ فعلا هو رقم مهول 4500 أو 4600 تقريبا 4600 ليس برقم سهل مم. هذا اعتقد مهنه المحاماه بهذا الرقم ستاتي في الرتبه الثانيه يمكن بعد المكتب بعد المكتب الشريف للفوسفات في التوظيف هذا ليس بحل اغراق مهنه المحاماه بالاعداد ليس بحل انا انا افضل ان يبقى هذا العاطل ينادي بالشغل امام قبه البرلمان على ان يلبس مهنه المحاماه لكي يمارس العطاله المهنيه أستاذ حسين الراجي تتفقون على هذا التشخيص أن هذا العدد من شأنه أن يغرق المهنة بالفعل؟ إلى حد ما نتفق حول عدم القيام بإجراءات سابقة قبل السماح لهذا العدد بالولوج الولوج سهل أن نفتح الأبواب بقرار بامتحان إلى آخره ولكن الأكيد أن إعداد ظروف جيده لاشتغال هذه الافواج في المحاماه هو الذي يتطلب قرارات لا اقول فقط مهنيه وانما سياسيه هذا علاقه بالسياسات العموميه <applause> التشغيل مجاله السياسات العموميه واكثر من ذلك احنا في نقابه المحامين المغرب لا نعتبر بان هذا الرقم مخيف ما هو لا نعتبره كذلك لماذا؟, لماذا نعتبر بان مهنه المحاماه في المغرب تستطيع استيعاب كل خريجي كليه الحقوق وربما حتى كليات اخرى ولكن بشروط الواقع حاليا هو ان مهنه المحاماه شرعت ابوابها للخريجين وبالمقابل نضيق من مجال الاشتغال كما قال السيد الناقد نضيق من مجال ممارسه المهنه نعطيك مجموعه ديال الامثله مثلا ملي تنعفيو الدوله من الخدمات ديال المحامي نحن نضيق مشيغال ديال المحامون طيب هاد الناس هادو اللي فتحنا لهم الابواب فين غادي يشتغلوا لو تفسر هذا النقطه للساده المشاهدين ماذا يعني القانون لا يلزم الدوله بالاستعانه بخدمات المحام في حين يلزم المواطن البسيط العادي بالاستعانه بهذه الخدمه الملاءه الماديه عند من كاينه انا اتحدث ليس عن الشركات اما الى جينا للمجال ديال الشركات فمعظم المساطر يمكن ان تمارس ايضا ولو دون... تعلق بشركات من دون الاستعانه بال... بدون الاستعانه بمحامين اذا احنا تنقولوا لا نمانع في فتح هذه الابواب ولكن نطالب بتوسيع مجال اشتغال المحامي والا فهذه السياسه ديال ان نشرع الافواج الابواب ما معناها نكدس الخريجين وفي عطله وننتج ازمه فوق ازمه لمهنه العداله لمهنه المحاماه وستنعكس بشكل لا اقول غير مباشر وانما مباشر على ازمه العداله بشكل عام. طيب استاذ حفيظي في وزاره العدل هل تم استحضار هذه الجوانب التي يشير اليها الساده المحامون السيد النقيب ايضا ما يتعلق بالعدد ما يوصف اليوم باغراق المهنه ام انه ام ان الهاجس كان هو اتاحه الفرصه لمن يستحق. شكرا استاذ الكريم بدايه دعني فقط تصحح الرقم ان الامر يتعلق ب 4575 ناجح في في الامتحان بطبيعه الحال هل هذا الرقم كبير مخيف مخيف, مخيف بطبيعه الحال نحن نقول مهم. لا لماذا لانه اذا ما نظرنا الى هذا الرقم من زاويته كعدد قد يبدو في ظاهره انه كبير ولكن لا بد من قراءته من خلال عده معطيات من قبيل ان الامر يتعلق بامتحان وليس بمباراه وانتم تعلمون جيدا ان الامتحان لا تكون فيه المناصب محدده لأن كل مترشحين حاصل على المعدل يعتبر ناجحا، وبالتالي فإن لا الوزارة ولا جمعية هيئة المحامين يمكن أن تتنبأ بعدد المترشحين الذين سينجحون في هذا الامتحان، خصوصا إذا علمنا أن عدد المترشحين الذين اجتازوا هذا الامتحان بلغ عددهم ما يفوق 19 ألف مترشح، نجح منهم 4575 بنسبة 23% وهو عدد يبقى يعني عددا جد مقبول. مسألة أخرى لابد من إطارتها وهو أن عدد المحامين في المغرب اليوم هو عدد قليل مقارنة مع مجموعة من الدول أتحدث هنا عن مثلا فرنسا عن الجزائر عن تونس أردنا بغينا نأخذ الإحصائيات سنجد مثلا أن في أن 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 الجزائر مثلا هناك 67 محامي لكل 100 ألف نسمة في تونس يرتفع العدد إلى 84 محامي لكل 100 ألف نسمة في المغرب في المغرب 36 محامي لكل 100 ألف نسمة هذا معطى يجب أن نؤكد عليه هناك مسألة أخرى لابد من إطارتها وهي أنه هذا الامتحان لا ينظم كل سنه، اخر امتحان نظم سنه 2015 الامتحان الاخير نظم في مارس 2019 يعني, يعني خلال اربع سنوات انضاف الى هذه المهنه 4575 محامي كيف تفسرون قلق هيئات المحامين من هذا العدد برايكم انتم؟ هل هناك قلق لجمعيه هيئه المحامين؟ هذا معبر عنه بشكل واضح هذا مؤكد انا انا لا ادري انه هل هناك قلق ام لا ولكن كل ما يمكن ان اقوله في هذا الباب وهو ان هذا العدد يبقى عددا جدا قليلا ثم لا ننسى ان ان هذا المت... الناجحون لا لي... يلتحقون مباشره بالتمرين لان التسجيل في لوائح المتمرن يكون خلال شهر اكتوبر ومارس من كل سنه انت لقد الان عمليه التسجيل في دوره اكتوبر نحن على ابواب انتهاء من عمليه التسجيل على مستوى الهيئات والنقابات ل... 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 طيب. دعني اقول لك ان هناك ألف ما يقارب ألف مترشح او ناجح لم يسحب بعد شهاده الاهليه ديالو بمعنى انه ليست له نيه في الانخراط في مهنة بعد بالاضافه الى هذا الشيء لابد ان اذكر بانه الامتحان ديال السنة 2015 كان عدد الناجحين 2400 ناجح الان الذين تشجلوا في قوائم التمرين والذين يمارسون التمرين فعليا فقط 1200 بمعنى نصف. انه نصف، معناه انه لا ينبغي ان ننظر الى هذا العدد على اعتبار انه كله سيلج المهنه وكله سيتشجل في في هيئه المحامين وكله سيشرع في التمرين. دعني اقول لك مساله اخرى كذلك ان هناك من المترشحين الناجحين في الامتحان من يحتفظ فقط بهذه الشهاده يعني كذا في اطار يعني الاحتفاظ بشواهد فخري. علميه فقط وليس طيب. فقط للممارسه. طيب اليست هذه المخاوف مبالغ فيها؟ اذا نظرنا الى التبريرات التي تقدمها وزاره العدل فعلا احنا انا اولا اتفق مع الاستاذ حافظي العيب ليس في وزاره العدل العيب في التشريع طبعا حينما الان الوضع الحالي اللي في امتحان فعلا هذا هو التوجه الاساسي اذا هناك اللي كنقولوا امتحان معنى ان هناك نيه فعلا الامتحان وما كتعرفوا اللي جاب 10 دونك سيرجل المهنه انا اقول بانه ليس بتخوف بالمفهوم التخوف الحقيقي ولكن نحن الممارسون نعي جيدا ما دمنا نحن في واقع نعيشه ونعاينه يوميا نعايش فعلا بان هناك ازمه ولا يمكن لهذه الازمه ان تحل الا بفتح المجال وتوسيع مجال ممارسه المحاماه طيب. ممارسه المهنه <applause> لا يمكن ان نضيق على الممارسه وبالتالي في المقابل افواج فافواج طيب. تلتحق بهذه المهنه على مدار السنوات <applause> لقائل أن يقول ألم تبادر هيئات المحامين إلى لنقول تسجيج وسد الطريق على هؤلاء الوافدين الجدد من خلال وضع رسوم لنقول باهظة ومكلفة وفوق طاقة ما يتحمله هؤلاء الوافدون الجدد كيف تحددون سعر التسجيل في الهيئات في ثمانين ألف درهم في مئة ألف درهم في وعشرين ألف درهم و وخمسين ألف درهم وحتى 200000 ألف درهم كما يشاع هل هذا صحيح أولا؟ أستاذ الفضيل دعنا أقول لك بأن هذه الرسوم بالنسبة إلينا عادية جدا هيئة الرباط كانت فيها 56000 ألف درهم عملنا على رفعها في مارس الأخير بمقتضى قرار المجلس إلى مئة ألف درهم ينسجم هذا المبلغ والعدد الهائل الآن ديال منتسبي المحامين والمحاميات هيئه الرباط اللي يقارب 1800 محامي يجب ان نعلم بان هذا المحامي حينما يلج الى هيئه معينه لا على الاطلاق هذه الهيئه هي التي اولا تضمن له التكوين هذه الهيئه هي التي تضمن له العلاج والتطبيب والتغطيه الصحيه هاته لآية لتضمن التكوين المستمر إذا كيف يعقل بأن هذا المحامي يلجو لهيئة معينة بهذه التكاليف ونحن نعلم بأن هذه الهيئات ما عندناش حنا لا نحن لا نتحدث وبالتالي لا يمكن أن الدولة هي متخلية عن كافة الحقوق التي يستحقها المحامي بدي. ويجي المحامي ويقول لنا بأن الرسوم مرتفعة هذه الرسوم هي اللي تنديروا بها العلاج تكوين تكوين مستمر لكن عفوا في هذا النقطة تحدث نحن لا نتحدث عن محامي يشتغل على قضايا ويربح هؤلاء طلبة بعضهم وكثير منهم طلبة في الواقع أتوا من الجامعة لا دخل لهم لا إمكانيات لهم يريدون أن يرجوا المهنة يجدون عقبة مئة ألف درهم و وخمسين ألف درهم هل فكرتم في هؤلاء؟ فكرنا فيهم طبعا هذا حينما سيدخل سيستفيد <applause> سيستفيد من التكوين كما قلت لكم، <applause> سيستفيد من الصحه، من التامين الصحي، سيستفيد من خدمات الهيئه. يجيب 10 ديال المليون اول. ولما أو لا؟ <applause> عادية تجد. انه طالب يتوفر عليها. وحينما حنا ملزمين باش نخلصوا ديال 6 مليون ديال الدرهم في السنه. <applause> ومن دون تسهيلات في الاداء؟ <applause> من دون تسهيلات في الاداء لان لماذا؟ حينما نقول تسهيلات في الاداء نراكم اخطاء الاخرين. حينما دخلنا الهيئه انا شخصيا وجدنا هناك ديون متراكمه. ما كاينش الالتزام بفهم الالتزام وبالتالي القانون كذلك قانون 106 من القانون, القانون الداخلي لائحه محمد الرباط تقول بان كل واحد يجب ان يرجع التمرين لا لاعفائه ولا لتقسيط هذه المبلغ تستحق تستحق هذه النقطه في الواقع لا فعلنا القانون فقط طيب. ليس الا والقانون ما تيحشم حد سنناقش نتوسع في هذه النقطة في نعم. الواقع تستحق النقاش ما رأيكم أنتم في هذه الأسعار؟ في هذه الرسوم هي التي تشرع هي رسوم رسوم اشتراك ونخيرات رسوم اشتراك ونخيرات مفروضة من طرف التشريع هذا معقول الخيرات. هذا معقول هذا بالنسبة لي هذا تشريع فلسفة التشريع لا نتدخل فيها وربما هذا عيب في المغرب لأن لا نساهم كمحامي في التشريع لماذا تم رفعها؟ تشريع جهات إلى سمحتي لي تشرع جهات آه ربما تنقصها معلومات على المجال الذي تشرع فيه ربما راه عندكم معطيات اللي جات على لسان السيد الناطق الرسمي باسم الحكومه ان الاشكال في التشريع في المغرب هو انه في جله حكومي 85% من القوانين هي مشاريع قوانين البرلمان اللي يشرع وبالتالي هذا اشكال كبير وكيف قال السيد نقيب باريكو اشكال في التشريع ثانيا هذا جانب جانب اخر ان الدوله تخلت على اي مسؤوليه ماديه فيما يتعلق بمهنه المحاماه فهاد الافواج اللي غادي يدخلوا المهنة. اليست ككل المهن المستقله الان لا مع تستفيد الإصلاحات الجديدة. لا تستفيد مهنه المحاماه من وهذا اقولها تحت رقابه السيد النقيب وتحت رقابه المعنيين بهذا الامر مهم. من اي درهم من طرف الدوله حتى في مجال ديال المساعده القضائيه هناك نقاش واسع هل المجد. تم الرفع من هذه من هذه الرسوم وبالتالي وبالتالي لا انطر ان يتم الرفع من هذه الرسوم هذا حق اعطاه القانون نفسه للهيئات هذو انظمه داخليه وبالتالي داك الشيء تنقول دائما تنرجع لان الاشكال في القانون هذه الرسوم عفوا هذه الرسوم موجوده في التشريع ام هي موجوده في الانظمه الداخليه لكم لا القانون للهيئة. يعطي الصلاحيه للمجالس ان تحدد ما تشاء ان تحدد طيب. وهي تحدد ما تحتاج اليه لتكوين هذا المتمرين و الى اخره الهيئة تحدد آخره. تحدد الرسم الذي تريد <applause> انا جايك النقطه المفصليه في هذا حينما المجال. تغرق وزاره العدل نحن نرفع سعر الرسم لا 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 والاشكال لا من لجهاز الاشكال هذا لا علاقه اذا سمحتي لي من الاشكال هو ان الدوله كما قلت لك تخلت عن المسؤوليات ديالها الماديه في هذا المجال علاش عندما مثلا اتفاقية هافانا المتعلقه بالمحاماه وايضا بالنيابه العامه تلزم الدوله على الـ الـ الانفاق على الرابطات تتسمى بين قوسين في الاتفاقيه ديال هافانا الرابطات شنو هي الرابطات هي الهيئات هي الجمعيات هي النقابات ديال المحامين طيب. وايضا على الاطارات ديال النيابات العامه لان في المغرب الدوله تساهم وتصرف المال وافر لجهاز النيابه العامه وللسلطه القضائيه بينما المحاماة وهي جزء من هذه السلطة القضائية لا تستفيد هذا إشكال كبير دكشان قلت هذا أمر يتعلق بالقانون وأيضا بالسياسات العمومية طيب وايضا بهيئات بهيئات المحامين آه وزاره العدل عفوا وزاره العدل ساتي اليكم استاذ وزاره العدل الان هل تتفرج على هذا الواقع و فقط تشاهد تتفرج ام تتدخل وهي تعاين هذا النقاش الذي يدور بشان الرسوم مساله الرسوم او واجب الانخراط كان دائما محط نقاش بين جميع الطلبه المتخرجين والناجحين في الامتحانات ديال ولوج المهنه، بطبيعه الحال القانون المنظم هنا كينص في الماده 20 على ان هناك واجب للانخراط، والقانون نفسه اسند لمجالس هيئه المحامين صلاحيه تقدير هذا واجب الانخراط بناء على معايير تحددها كل مجلس هيئه بالنظر الى مساله العدد المحامين داخل هذه الهيئه مثلا مدى النشاط وعدد القضايا الرائجه مثلا بداخل هذه الهيئه كذلك المسائل الاجتماعيه التي توفرها مثلا الهيئه لفائده لفائده المتمرين لديها بطبيعة الحال وزارة العدل تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار أن الأمر يتعلق بشأن داخلي محض على اعتبار أن هذا قانون أسند الاختصاص لجمعية عفوا لمجالس هيئة المحامين اعتقد انه ربما الان ان الأول انه ان يتم التفكير في صيغه معينه يمكن ان تحقق واحد النوع التوازن بين معادله ان يكون هناك تمرين جيد لفائده المتمرنين وكذلك اخذ باعتبار الوضع الاجتماعي في كلمة تجدون هذه الرسوم معقوله؟ هل هي معقولة؟ أعتقد أن الجواب يمكن أن نستقيه من المتمرن نفسه واحد القوس في هذا المجال آه. هذا تفضل هذه القرارات اللي تصدر على المجالس ديال الهيئات بتحديد الرسوم ديال الاشتراك ديال سميتو تخضع تخضع القانون الرقابة ديال النيابة العامة ممكن النيابة العامة تطعن في هذا القرار ويمشي لغرفة المشروع ممكن يتلغى ولكن ما كاينش على علاش؟ لأن النيابة العامة تتفهم وهي القريبة من الهموم ديال 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 الهيئات ديال المحامون ومن المهنه بشكل عام تتفهم بان هناك اكراهات ماديه ال... 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 نعطيك نموذج باش الهيئات غادي تسير يعني لاحظتك مثلا الهيئه ديال الرباط ومعنا السيد النقيب شحال ديال العاملين فيها تنهضر على الموظفين والموظفات المستخدمين الاجور ديالنا حنا تتجاوز 150 الف درهم في الشهر ولا تساهم فيها الدوله ولا من يخدم هاد المستخدمين اللي ما كيقدموا الخدمات نعم إذا هذه تكاليف لا يمكن نهائيا أن هل نط... أن... هل تعول هذه الهيئات فقط على هؤلاء الوافدين الجدد من أجل تنمية مواردها أم لا لا, 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 لا بالعكس هناك اشتراكات دائمة للمحامين هذا غير للولوج للانخراط يفرض يفت... يفت... يفرض هذا الرسم اشتراك سهل استاذ آه وزيدة التعقيب على ما قلته أنا الحافظي الذي جاء في كلمة نبحث عن صيغة معينة أنا لا ارى اي صيغة معينه يمكن ان يتقدم يتجه طالما لا. ان هذه مهنه مستقله تمارس فعلا قناعات معينه في اطار القانون الماده 20 صريحه هل... ه... حنا نمشيو في اتجاه مزيان الدولة تحمل سيدي التكاليف ديال المعاهد اللي هذه 20 سنه ما درناش تحملنا التكوين والتكوين المستمر تحملنا التغطيه الصحيه تحملنا التغطيه الاجتماعيه وفعلا هنا نتذكروا سيدي الخيرات بالنسبه لطالب جامعي فقير لا يمتلك هذا الرسم نعم. ونجح ما مصيره؟ مصيره هو هذه مهنه هو قبل ان يجي هذه المهنه طلع يطلع يعني هنا في نظري في نظري يطلع على كل شخص لا اش كل شخص لابد غيسيلجو مهنه معينه يطلع على القانون ديالها وحينما يطلع على القانون الداخلي والقانون ديالها بمناسبه تهيئه للامتحان اولا سيجد بان هناك فصل بس. 20 من الماده 20 من القانون 28 صفر 8 تؤكد بان على هذا الشخص يجب ان يؤدي واجب الاحتراف هنا غادي يقرر هل انه فعلا بغى اللي بغى تيقولوا شي حاجه استمحك استمحك عذرا ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام نعود لنواصل هذا النقاش ابقوا معنا مشاهدينا الكرام أنا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج مثير للجدل حول مهنة المحاماة واصل معكم أستاذ بريقو في وباختصار شديد هل أنتم بدفاعكم عن مسألة هذه الرسوم التي تم الرفع منها في الواقع ألا تدافعون بالتبعية على نوع من عدم المساواة مساواة هؤلاء الذين نجحوا في في فيما يتعلق بالكفاءة بالمكتسبات المعرفية ويبقى العامل المادي أبناء الأغنياء الذين يتوفرون على إمكانيات يرجون يؤدون الرسوم ويرجون والذين لا يمتلكون يذهبون ويعودون إلى البطالة هل هذا التشخيص هو الواقع؟ التشخيص حتى بالنسبة إلينا يتضح بأن المساواة حاضرة مساواة حاضرة بأن كل شخص كما قلت لكم سلفا يريد أن يجي معينة يجب عليها أن يطلع على قانونها من بين ما نص عليه القانون هو رسوم الخراط لا يمكن ولا يعقل اننا غيكون انعدام المساواة اذا كان واحد دخل في السنة الماضية وادى رسوم الخراط المعينة ونجيو ما قبلها نظرا لكون ان العدد كثير والضغوطات او وكذلك تعليقات الفيسبوكية الى غير ذلك ونجيو حنا ونخفضوا او نخليو ما يمكنش وبالتالي هنا غنكونوا فعلا خرقنا مبدا المساواه لأنه لا يعقل من القديم هذا قانون إذا كان ليس عادلا ألا ينبغي أن تتم مراجعة في جميع. نقاش هذا العدل عدل حاجة كبيرة عدل مازال ما وصلناش ليها طيب. ما يمكنش نحقوا العدل بهذا الشكل هذا احنا مقاربات طيب. مقاربات تدبيرية لشأن مهني مه. كل هيئة معينة لها تدبير خاص ولها مقاربات خاصة تهم هي شخصيا وبالتالي لا يمكن أن يتدخل فيها شخص آخر أو هيئة أخرى ما رأيكم أستاذ؟ هو الى حد ما ينبغي ان ان تطرح هذه المساله في الواقع في جوهرها انها تسد الباب امام عدد من الذين مع. يلجون الى المهنه وامكانياتهم محدوده او ينحدرون من اسر فقيره اتفق معك في الجانب ولكن م. لا يجب نهائيا تغييب هذه الجوانب اللي على السيد النقيب اشنو هو الحل الحل هو ضروره تدخل الدوله في هذا السياق الدوله عارفه بان هاد الناس داخلين في اطار استيعاب اللو ديال 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 الشوماج هذه ما فيها نقاش ولكن الحد من خصو يكون وفق سياسه طيب والدوله عارفه بان راه كل هيئه عندها 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 ارقام ديال الانخراط علاش ما تفكرش الدوله انها تدير صناديق في هذا السياق من هؤلاء الذين طيب. سيلجون للمهنه ثم ثم مساله اخرى هاد الناس هادو راه تيجيو بدون اي حمايه اجتماعيه هذا نقطة أثرناها في الواقع دعنا نتحدث الآن عن بنيات الاستقبال هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وكانت عندهم إمكانية لأداء هذه الرسوم هل هناك ما يكفي من بنيات الاستقبال من أجل التكوين إلى غير ذلك اليوم؟ على مستوى الهيئات حاليا ما كاينش بنيات لأن النقاش من 1993 فاش كان قانون المهنة يتحدث على المعهد أو المعاهد ديال التكوين من 1993 الآن لم إلى الآن مدة السادسة لم يخر لم يتم تفعيل هذا هاد 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 البند وبالتالي أش تيوجدوا هاد المتمرين اللي تيوجدوا المهنة تيوجدوا تيوجدوا المكاتب ديال التمرين وتيوجدوا الفضاءات ديال قاعات المحاكم وتيوجدوا ندوات ديال التمرين هذه هي المبسسات. المعنى عمليا الحكومه او الوزاره الوصيه آه لا تقوم بما ينبغي من أجل هذه المواكبة لا تقوم بأي شيء ولا أقول فقط وزارة العدل وإنما كل لأن هذا مجال ديال التشغيل راه ماشي قطاع واحد وزارة العدل لا ما, ما يمكنش نحملوها كاين وزارة التشغيل كاين وزارة المالية كاين وزارة مجموعة ديال 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 القطاعات الحكومية وبالتالي تنقولوا الحكومة سؤال الحكومة, سؤال الحكومة في مجملها هي مسؤولة نعطيك نموذج ديال مثلا التمرين في فرنسا التمرين في فرنسا راه ما تيكونش كله في المكتب ديال المحامي تيكون في المكتب ديال المحامي تيكون في مؤسسه السجنية. تيكون في مؤسسات اخرى اللي <applause> اللي تتكون تي... وبالتالي حنا في المغرب امام غياب اي تخطيط والهيئات لا يمكنها ان تخطيط في هذا المجال لان هي تحت رقابه دائما اقولها تحت رقابه النيابه العامه غير مطلقه اليد في هذا المجال لا يجد المتمرنون الا فضاء واحدا هو المكتب ديال الممرين ومن بعده فضاءات المحاكم طيب. بالنسبة للحكومة أليس هناك نوع من التقصير كونها تفتح امتحان وتدفع بعدد كبير لهيئات المحامين ولا تقوم بأي شيء فيما يتعلق بالمجهود المطلوب فيما يتصل بدعم ومواكبة التكوين ومتابعته اسمح لي بداية أن أصحح بعض المفاهيم الأمر يتعلق هنا بالقانون المنظم للمهنة فاعتقد ان القانون نص على ان التمرين يتم قضاؤه بمكاتب المحامين لمده ثلاث سنوات ولا يتحدث عن معهد للتكوين معنى انه التمرين حسب النص الحالي يتحدث على ان المترشح يقضي مده ثلاث سنوات بمكاتب للتمرين للمحامين تتوفر فيهم مجموعه من الشروط بطبيعه الحال بعد اذن من السيد نقيب الهيئه الذي ينتمي اليها المحامي. بطبيعه الحال تعلمون جيدا ان المترشحون لهم حريه الاختيار بين التسجيل في في هيئه او اخرى بناء على عده معايير يمكن يمكن يدخل فيها المعيار ديال واجب الانخراط، يمكن يدخل فيها المعيار ديال عدد المحامين، يمكن يدخل فيها مثلا المعيار ديال عدد القضايا الرائجه داخل المحاكم الموجوده الموجوده بها الهيئه، هذه كلها مسائل تدخل في في في, في هذه المعادله. هل وزارة العدل مقصرة؟ وزارة العدل لم تكن مقصرة على اعتبار أنه منذ دخول القانون ونحن نفكر في الصيغة القانونية لهذا المعهد يعني كيف سيكون هذا المعهد؟ هل سيكون مؤسسة عمومية؟ هل سيكون بناية تابعة مثلا لوزارة العدل؟ ما الطبيعة القانونية لهذه البناية؟ لم يأخذ الكثير من الوقت ذلك؟ أعتقد أنه لم يأخذ كثيرا من الوقت لأنه حتى لما شرع في النقاش الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سنة 2012 كان لابد من انتظار ما ستسفر عن هذه التوصيات وان كان إن كان المطلب قديما في الواقع وان كان المطلب قديما الان دعني اقول لك ان الان الوزاره الان هيات فضاء ملائما جدا بناية اعتقد انها يمكن نسميها تجاوز المركب جامعي يحتوي على عدة قاعات ويحتوي على ثلاث قاعات للمحاضرات بالإضافة كذلك إلى طاقة استيعابية إيوائية ديال 500 سرير يعني بناية جد جد مهمة جدا ومن المرتقب ان ترى النور في بدايه مستهل السنه المقبله ان شاء الله. سمحتوا لي باختصار تفضل استاذ حافظي هو ماشي في البنايات حينما نقول مشكل ماشي في البنايه البنايه موجوده ولكن المشكل فين كاين 20 سنه على صدور القانون الماده السادسه وعدم تفعيلها ديالها ليس هذا بوقت طويل 20 سنه على صدور هذا القانون ولم يرى النور على مستوى الواقع والمكاتب والهيئات لا زالت تتحمل مسؤولية التمرين والتكوين والتكوين المستمر وبالتالي يجب أن نضع المسؤولية هذا ثانيا قلت لنا بأنه المعهد كاين وكل غيمشي للمعهد عندنا شي قانون المعهد إذا لابد من سن نص تشريعي آخر في إطار تشاركي بين جمعية هيئة المحامي المغرب وبين وزارة العدل واللي يكون فعلا هناك أسس قانونية لتكوين دقيق شامل يعني وياخذ خصوصيات مهنه المحاماه وطبيعتها. طيب. باختصار شديد اريد ان افتح بيحتيسر. نقاش حول المسوده، مسوده مشروع قانون المحاماه تفضل استاذ باختصار بغيت نوقف على الرقم اللي قال السي الحفيظي 500 سرير. احنا حاليا دخلت عندنا 4500 و75 متمرين. يعني رقم هزيل نكونوا نوفروا 5000 500 سرير فطيب فين غادي يمشوا 4000 من الـ باقي المتمرنين هذو المفروض اللي قادرين يخلصوا 15 مليون في كرسم آه للتسجيل في الهيئات آه سيطرح عليهم مشكل في السكن برايك؟ ملي تنقولوا واحد المعهد ديال التكوين يفترض م. انه يكون ساكن واخا يكون من الرباط خصو يكون ساكن في المعهد. طيب واضح. ثم بص الاخر في عجاله كذلك ما يمكنش كل واحد له الخيار ان, يتسجل أن يسجل نفسه او ان يلتحق باي هيئه يرى هو مناسبه له حنا فرضنا ويفرضوا العيس كله شهاده السكنه طيب. وبالتالي الى مشينا في هذا الاتجاه سنغرق بعض الهيئات دول اخرى طيب الدار البيضاء تاخذ هذه 4600 الى طلقنا العنان بهذا الشكل وبهذه الحريه غتجي 3000 و1600 غتجي للرباط و100 يمكن غير وهذا ما حصل الان هذا ما حصل الان استاذ الان 1200 اللي مشات للدار البيضاء فقط بيضا. ملاحظه بسيطه جدا 500 الى سمحتي لي يا استاذ آه. الفاضل فقط ملاحظه بسيطه تتعلق بالوضعيه القانونيه ديال هذه المؤسسه ديال التكوين اللي حنا مقبلين على التدشين ديالها في افق بدايه عفوا المستهل السنه المقبله ان هناك اطار قانوني نشتغل عليه بتشاور وتنسيق مع جمعيات هيئات المحامين وهو المركز الان في مساره يعني في التشريعي وقبل هذا وقبل هذا كله انه الوزاره سبق لها دارت اتفاقيه ديال التكوين مع جميع هيئات okay. المحامين okay. اتفاقيه ثلاثيه في مختلف وزارة العدل والعدل القضاء ولكن ما. Uh فقط غير باش نوضحوا يعني. بانه راه كاين مجهودات تبذل في انتظار انه يخرج هذا المعهد بطبيعه الحال 500 في آه. نقاش على كل وقع وقع دلوقتي في دلوقتي في على دلوقتي حال هذا هو التصور في على كل حال الامر يتعلق فقط بوجهه نظر الان نعم. وزاره العدل لديها وجهه نظر على انه هذا المعهد الذي سيرى النور سيخصص لتكوين جميع المهن الفاعله في منظومه العداله نعم. من المحامين والعلماء الحرة والمهن الحرة بكل بكل نعم استاذ باريكو قدمتم لوزاره العدل المسوده لمراجعة القانون المنظم للمهنة. أهم. صحيح هذا الكلام؟ نعم أه البعض يؤخذ عليكم كونكم أه لنقول تضعون اسوارا أه وراء اسوار من اجل منع كل أه المؤهلين لولوج مهنة المحاماة من الولوج اليها بالفعل. اقترحتم أه يقول البعض مادة أه تلزم أه القضاة الذين يودون الولوج الى المهنة أه وضعتم شرط الحصول على الدكتوراه والتمرين عند مكتب في مكتب محامي وكذلك الامر بالنسبه للاساتذه اساتذه القانون ايضا تشترطون عليهم مساله التمرين في مكاتب المحاماه وهم الذين درسوا المحامين هل هذا صحيح اولا احنا مقدمون فعلا قدمنا لوزاره العدل مشروع جديد طموح في نظرنا لان ما ما يعاف دابا علينا حنا المحامدة مستهدفه حنا هاد الاخوان المتمرنين او المرشحون للتمرين نسيج ضدهم المهنه هاد الساده اللي هضرتي عليهم كلهم نسيج ضدهم القضاة القضاة تنبني اسوارهم باش ما يدخلوش طيب اذا حنا لماذا اشترطتهم الدكتور مع الاسف الشديد حنا فينا هاد الانانيه المفرطه دون الاخر عفوا هل هذا الامر وارد هل ورد في في المسوده التي قدمتموها لوزاره العدل ان القضاة الحاصلين على الدكتوراه لا اولا المسوده لا نديروا نحن نمشيو, نمشيو. اولا نديروا على الاقل التجانس مع النظام الاساسي للقضاء على مه. الاقل معهم تاوما تيشترطوا هذا الشيء ولماذا هم يشترطون هاته الشروط وحينما تشترطوها المهنة المحاماة نقول بانها تشيد اسوارا شاهقه <applause> لكي لا يجي احد ابدا ثم ان هذا القصه القصرة بكل سلاسه كل من تقاعد او انه استقال بل اخطر من عزل وهذه الكارثه العظمى <applause> حتى من عزل ولو تجي لكن لكن ضدا على القانون ضد على اللي وهذا نقاش اخر سياتي يمكن في حلقه اخرى <applause> او سنناقشه يمكن في في رحاب اخر ما رايكم استاذ الراشي في هذا النقطه تحديدا هو انا متفق انتم مطلعون على المسوده نوعا ما هناك نوع من من التستر على المسودتين خاصه المسوده ديال ديال وزاره العدل فيما يتعلق بولوج القضاه فيما يتعلق بكل مقتضياتها على الدكتوراه انا عندي ممكن انا عندي وجهه نظر في هذا المجال هذا ما فيش دكتوراه درنا فيها الماستر ما <applause> فيش بالنسبه للقضاه لا ولوج قضاء قاضي راه الا ما كنقولوش جيب الدكتوره قاضي هذا ما المهنة دخلها بالاجازه وخرج التقاعد مرحبا غير هو حمايه الممارسه المهنيه تقتضي نوع من ضبط الولوج المهنة لا من حيث المتمرنين ولا من حيث المهنيين والموظفين السابقين ماشي فقط القضاة القضاة الاساتذه الجامعيين كتابات الضبط كل الموظفين طيب فعلاش ما ما نراقبوش هذا الولوج هذا السيد النقيب ذكر بان هناك من القضاة من طرد او عزل لاسباب اخلاقيه او لاسباب فساد مهني وتيجي تيمارس مهنه المحاماه. هل هذه حاله عامه؟ ما أم لا اقول حاله عامه ولكن هناك حالات. طيب مساله السن ايضا طيب طبعا. انا جايك بالضبط للسن ملي تتقاعد قاضي اذا وزاره او الدوله تقول له لم تعد صالحا ذهنيا وجسديا بس تمارس القضاء سير المحاماه. تبارك الله المحاماة يمارسها الانسان ولو في قبره حتى المحاماة تتبغي نوع من التركيز نوع من كذا نوع من كذا فاذا ملي تنقولوا حماية المهنة ليس ضدا في من يريد, يريد الولوج ولكن حماية للممارسة ليست هناك ازدواجية في المعايير؟ لا ليست هناك نعطيك الوظيفة العمومية واش أنا إلا بغيت ندخل الوظيفة العمومية غادي ندخل ليها. كنا تكون الأستاذ من المساواة بيننا هل المحامي لوصل وصل 60 سنة قدر يمشي يمشي للقضاء ابدا وانت ساوي على الاقل هذا نوع من المساواه طيب أه، تفضل استاذ اتم هذا المجال هذا لا أه، نقصد به فقط ابعاد مجموعه من من, من الفئات الاولى الجميله وانما حمايه الممارسه المهنيه بما فيه مصلحه المتقاضي لان مهنه المحاماه راه لا يشرع لها المشرع لفائده المحامي مه. لفائده في اخر المطاف لفائده المتقاضي لانه هو الذي يستفيد من خدمه المحامي هو الذي سيستفيد من نقاء فضاء طيب. الممارسه المهنيه هو الذي سيستفيد من طبيعه الشخص الذي يمارس او يدافع عن مصالحه طيب آه المسوده طيب. لديكم ما ابرز المضامين التي آه تتضمنها آه مسوده توصلت بها الوزاره دي تقريبا اسابيع قليله يعني لم يتسن لنا الوقت بعد للاطلاع عليها بالشكل المستفيض ودراستها اعتقد انه سيكون هناك لقاء الاسبوع المقبل بين السيد وزير العدل الحالي وجمعيه هيئه المحامين وستكون مناسبه لمناقشه مجموعه من القضايا بينها هذا المسوده وكيفيه هي تقترح سن اقصى لولوج المهنه اعتقد انها تتضمن هذا المقتضى ولكن انا فقط عندي تعقيب وعندي ملاحظه في هذا الباب هذا راي شخصي على كل حال لانه الامر يجب ان ننظر اليه من زاويه محايدة أو مغايرة على اعتبار أنه مثلا تحديد السن في 45 سنة بالنسبة للولوج الوظيفة العمومية مرتبط اساسا بالاستفاده من مخصصات ديال صندوق التقاعد على اعتبار انه خاص الانسان يقضي في الوظيفه العموميه واحد الحد الادنى من من السنوات حتى يتاتى له ان يستفيد من نظام التقاعد بالنسبه للمهن الحره تعرفون جميعا انها ليست ليس فيها نظام للتقاعد وبالتالي انه تجاوز 60 سنه يعني لن يشكل اي عبء على المهنه خصوصا وان الامر معمول به في بعديد من المهن الاخرى المشابهه مثلا بالنسبه للمهن الحره الاخرى يعني تفتح المجال امام بعض الفئات المتقاعده وعلى كل حال يبقى العدد ديال عدد قليل جدا وتضيف قيمه نوعيه للمهنه باعتبار ما ركمته من تجربه خصوصا بالنسبه للساده القضاه يعني اعتقد انه العدد يبقى جد قليل وغير وغير مؤثر هذه النقطة إلى سمحتي أنا بغيت أعتبرها وأسمحك الأستاذ الكريم عذر أقبح من الزل علاش ما يكونش للمحامون نظام للتقاعد؟ اليوم أليس أون... ما يكون؟ حنا راه تنقول هذه مه... المسألة ماشي فقط بالنسبة للقضاء أليست شأنها شأن المهن الأخرى مفتوحة أمام الآن المهن الحرة هناك نظام جديد للتقاعد؟ طبيعة الحال للأسف الشديد باقي أه. ما أه. كاينش نظام اللي هو اللي هو إجباري المحامي يقدر <applause> يمارسوا عندنا محامون اللي تيمارسوا حاليا تتوفوا طيب اسمع تعقيبك على مساله ما اشار اليه الاستاذ كون هذا الحواجز التي يشير اليها مساله السن تحديد هذا السن السن الاقصى للولوج للمهنه قد يحرم المهنه ايضا من بعض الكفاءات النوعيه اعتقد بأن هناك حرمان من الكفاءات المهنيه الكفاءات كاينه في كل المهن لا اشكال في ذلك المشكل اللي تطرح احنا لماذا نناقش الان دابا ذاتية هي حاضره ملي خمسة 45 سنه لماذا لا نناقش ولوج لماذا لا نناقش الاحتكار؟ لماذا لا نناقش توسيع مجالات اشتغال المحامي؟ لماذا نفرض على المؤسسات العموميه ان يكون لها يكون لها دفاع؟ لماذا نفرض على الشركات ان يكون لها دفاع؟ لماذا لا؟ اذا نحن غادي في تقليص مهام المحامي وستلاحظون بان هذا شيء اخر مسطرة المدنيه الحاليه المشروع اتى بواحد عديد ديال المواد تقليص لو كان مجانيه ولتقليص ما جا المحامي وفي المقابل نجيو حنا هذا المحامي هو اللي نعاقبوه هو الوحيد طيب. قاميس عثمان ديال كافه المشاكل لا القداس لا رجال التعليم عمليًا لا للمرشحين للتمرين لا للمرشحين طيب. للولوج ابدا لا. عمليًا شويه حق هذه المهنه طيب عمليا هذه المسوده تتضمن مداخل لتوسيع نشاط المحامي اليوم المشروع ديالنا طبعا يتضمن طبعا المشروع يتضمن. طبعًا مشروع يتضمن مجالات اشتغال المحامي ويجب ان تكون هناك توسيع المجالات ثم اكثر من ذلك حتى هذه المجالات ما بقيناش إحنا فيها هناك جهات اخرى اصبحت فعلا تزاحم مهنه المحامات في اختصاصاتها مثلا ذاك مكاتب تحصيل الدول العموميه كارثه عظمى كيف يعقل ان هذا المجال هو ماده 32 قانون المنظمين المهنه تقول المحامي هو وحده الذي يمثل الاطراف امام كذا 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 وتنجي وتلقى هذه المكاتب تحت الديون العموميه تمارس نفس النشاط الذي يمارسه المحامي علما بان هذه المكاتب تحصل الديون العموميه لا تتحمل ما يتحمله المحامي من عبئات. وغير منظم حتى قانوني وربما نعم. راه تكون سمعت مؤخرا على متابعات ديال النيابه العامه في هذا المجال هذا. اذا فالمزاحمه دي دي ديال. احنا قدمنا شكايات خمس شكايات الحمد لله. نعم. نيابه العامة كانت لها اذان صاغيه استجابت لشكايتنا مارست فعلا القانون بالرجوع مدة 32 صريحه وبالتالي طيب. نتمنى ان تتفاعل النيابه العامه ترجع انا تنظن بانه تقريبا بحال هذا المجال ديال السن راه ما بقاش خاضع للاجتهاد لا من وزاره العدل ولا من جمعيه تيئه محمد بحكم انه كان قبل من هذا الشيء كله واحد حوار الوطني لاصلاح منظومه العداله اللي خرج بتوصيات في هذا المجال والميثاق راه حسن في هذه الامور بالتالي ما بقاش مجال ديال الاجتهاد الى خرج دابا حاليا شي مسؤول او شي قانون أجدير. نعم في مؤتمر اكادير اكيد الى خرج شي قانون ما ترجمش التوصيات ديال الميثاق الوطني لاصلاح منظومه العداله فمعناه ان وزاره العدل باعتبارها حاليا هي اللي وصيه على على هذا القانون انها تشتغل ماشي بسياسه تشريعيه معينه وانما بمنطق اي وزير ياتي طيب. لمنصب او للحاقبه ديال وزاره العدل هذه المسوده و... التي قدمت اليكم، هناك ضمانات ان تمر كما هي مع ان الامر مفتوح اليوم لان تناقش وان يتم تعديل تعديلات جوهريه فيها دعني اؤكد لك ان وزاره العدل في معالجتها وفي مقاربتها للقوانين المنظمه للمهن المساعده للقضاء تشتغل وفق مقاربه تشاركيه مع مؤتلي هذه المهن بطبيعه الحال سوف ننكب على دراسه هذه المسوده بتنسيق وتشاور مع جمعيات هيئات المحامين سقف الطموح يبقى دائما عاليا ولكن ان شاء الله باذن الله ما سنتوافق بشانه سنقدمه كمشروع. بالنسبه اليكم كهيئات البعض يؤخذ عليكم انكم لا تنضبطون ب وهذا دوركم اليوم ان تردوا على المؤاخذات <applause> استاذ البعض يؤخذ عليكم انكم لا تنضبطون كما ينبغي لمقضية الدستور الخاصه بالمناصفه تمثيليه النساء لديكم ضعيفه جدا ما رايكم ولا احنا اولا تمثيل النساء اللي تختاروا اولا هذه انتخابات صناديق صناديق قل... الاقتراع صنادي وبالتالي اولا يمكن ان اؤكد لك بان الانتخابات الشفافه والحره والنزيهه لحد الساعه اللي كتمر في بلادنا ويمكن في البلدان الاخرين هي ديال هيئه المحامي ديال المحامون كتمر بشفافيه وبالتالي الزميلات كيترشحوا ولكن احنا يمكنش نرغموا الناس ونقول لهم الله يجزيكم بخير صوتوا عليهم تستحيل استحاله مطلقه لحسن حد في نتحدث عن نحو لحسن و... في الرباط شحال عندكم في الحالي عندي ثلاثة طيب. من أصل؟ أصل 22 طيب بينما الدار البيضاء تصور الدار البيضاء واحدة واحدة مع كل أسف علما أن في الدار البيضاء حسب إلا ما خانتنيش الذاكرة كاين 1500 زميلة وعلى مستوى المغرب 17 من أصل 240 و... 200 وربعين أو... 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 نعم. كما قدمتموها في مسوده المشروع هل قطعتم مع هذه المساله تجديد الولايات ام ان المقترح هو ولايه واحده لم نقطع مع تجديد الولايات وما ليست هناك ولايه واحده يمكن لنقيب بعد ان تمر الفتره الثانيه ان يتقدم مره ثانيه لترشح الانتخاب واعتقد بانه عديد طيب الهيئات هذا اعراف عند التقاليد لا تعمل على خرقها. بقي قليل جدا من الوقت نريد ان نقتسمه بالتساوي بختص... في ثواني معدودات اولويات اليوم التي ترونها عاجله من اجل النهوض بالمهنه. غير باختصار بغيت نرجع على النقطه بدأ. اولا بالنسبه للتمثيليه النسائيه هذه نقطه خلافيه مع مع جمعيه المحامين المغرب باعتبار اننا في نقابه المحامين المغرب اقترحنا في الحوار الوطني نموذج ديال الكوطة اعتماد الكوطة لا يعقل أن تعتمد م. الكوطة في التمثيلية السياسية ولا تعتمد في التمثيلية المهنية أيضا نفس الشيء بانتخاب النقيب لولاية ثانية حنا تنقولوا نوع من من التدبير المهني بشكل تناوبي يكون احسن باش نعطيو الفرص لاكثر طيب شكرا ختاما نحن على مستوى وزاره العدل نراهن على ان تكون سنه 2019 هي سنه ديال مراجعه جميع القوانين المنظمه للمهن المساعده للقضاء وهذا التزام يعني اخذته الوزاره على عاتقها وهو ما أكده وكذلك السيد وزير العدل الحالي في حفل تنصيب عندما اكد انه يؤمن بالتراكم مع اضافه قيمه نوعيه في اوجز ما يمكن تفضل ساري. لدينا طموح بان يلبي التشريع المامول كافه ملاحظاتنا من اجل النهوض بمهنه المحاماه والدفاع عن نبلها ورسالتها شكرا لكم ضيوفي الكرام مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم والى اللقاء